ونرحب معنا عبر سكايب من مدينة البندقية بالناقد السينمائي محمد هاشم عبد السلام. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد. إذن كما قلنا هي الدورة 80 لمهرجان البندقية، وللمرة الأولى في تاريخ هذا المهرجان يستبدل الفيلم الذي كان مقرر عرضه في الافتتاح، الفيلم الأمريكي تشالنجرز، بفيلم إيطالي هو القائد، وذلك كما قلنا بسبب إضراب الممثلين والمخرجين في هوليوود. هل تتفق مع من يقول أن هذه البداية، بداية المهرجان، هي خافتة وباهتة؟ بداية بشكر حضرتك على الاستضافة في البرنامج وبرحب بجمهور حضرتك. أهلا بك. صحيح، النسخة الـ80 فعلا صادفتها مشكلة سبقت المهرجان بحوالي شهر تقريبا، ان فجأة فوجئنا بإعلان مدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا بان فيلم تشالنجرز اللي هو كان تم اختياره الإعلان عنه قبل مدة طويلة، بانه شركة الإنتاج والتوزيع قررت ان هي سحبه وتأجيل عروضه حتى الصيف العام القادم. الفيلم رغم ان هو اخراج مخرج ايطالي هو لوكا جوادانينو، وكان اوريدي متقرر ان هيكون في افتتاح المهرجان، وكانت زندايا هتحضر، وكان هيبقى في نوع من انواع الكلامور او البريق اللي موجود على السجاده الحمراء، الا ان المهرجان اضطر في النهايه لاستبداله بفيلم كوماندانتي لادواردو انجليز المخرج الايطالي ايضا. لكن اللي انقذ نقدر نقول للمهرجان هذا العام انه لم يعتمد في برمجته، خاصه المسابقه الرئيسيه اللي هي فيها 23 فيلم هذا العام، على افلام امريكيه كثيره. يعني العام الماضي او العام السابق كان في اكثر من 10 افلام او 12 فيلم من انتاج استوديوهات هوليوود الكبيره او شبكات نتفليكس او امازون او غيره. هذا العام تقريبا بمحض الصدفه البرتو باربيرا اختار فقط 6 افلام انتاج امريكي، منهم 3 من انتاج نتفليكس والباقي تقريبا بعيد عن شركات الانتاج والتوزيع الكبيره، مما نقول ان هو جنبه جزء من الورقه. لكن في النهايه نقدر نقول ان في بريق خافت، طبعا في بريق خافت، يعني ايما ستون مثلا في فيلم يورجوس لانتيموس المخرج اليوناني اللي بنشوف صوته على التلفزيون اللي هو بور سينجز، اشياء فقيره، كان المفروض مثلا انها تكون موجوده لكن للاسف ما حضرتش. لكن من ناحيه اخرى شفنا مثلا ان فيلم فيراري اللي هو بيحكي عن قصه رجل الاعمال والمتسابق الايطالي انزو فيراري بطوله ادم درايفر، ادم درايفر نجح في ان هو ياخد استثناء من النقابه ويقدر ان هو يحضر المهرجان ويبقى متواجد على السجاده الحمراء مع المخرج مايكل مان، في حين ان مثلا فيلم مايسترو اللي تعرض للصحفيين النهارده الصبح وشفناه بطوله واخراج برادلي كوبر، للاسف برادلي كوبر لا قدر يحضر لا كمخرج ولا كممثل او كبطل على كل للفيلم.